زي اليوم من دول اتولد في الدنيا دي بنت وولد، كانوا لنا طوق النجاة وغيروا شكل الحياة. اللي كان للدنيا دي حلم، واللي كان ليها فيلم، واللي كان لينا نجم وفنه بنستناه. اسأل تاريخنا تلاقي من العصر اللي اسمه الدائي، واسمهم اللي باقي نور يديهم الحياة في ميلاد نجم. 9 نوفمبر هو تاريخ ميلاد الفنان الأردني إياد نصار. بدأ حياته الفنية كمساعد مخرج في كتير من المسلسلات الأردنية، واتجه بعد كده للتمثيل، وكان أول أعماله المسلسل السوري الأمين والمأمون. أما أول أعماله في الدراما المصرية كان مسلسل صرخة أنثى، وحقق بعدها نجاح كبير، وتوالت بعد كده المسلسلات، واللي منها المواطن إكس وسر علني وأريد رجلاً وحجر جهنم. أما السينما قدم أفلام مميزة، منها فيلم أدرينالين وساعة ونص ومصور قتيل وكمان تراب الماس. وبكده خلصت حلقتنا من ميلاد نجم. بنقول لنجمنا كل سنة هو طيب، استنونا بكرة في حلقة جديدة.